ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الإعلام في محور صعد النقيب عادل القدسي. نقيب عادل، ربما تحرير مواقع عدة في حيدان صعد، ما أهمية هذه المواقع استراتيجيا؟ أهلا ومرحبا بك يا أخي الكريم. تحرير المواقع الجديدة من قبل أفراد أو من قبل قوات الجيش الوطني هنا في محور مران، يعني بعد جهود كثيرة وتخطيط كبير لهذه القوة الذي أعلنت في وقت سابق يعني تحرير مديرية الظاهر، وهذه المديرية الذي سيكون منطلقا لتحرير مديرية مران. تحرير العديد من الجبال الاستراتيجية مثل جبل المريش، وهذا الجبل الاستراتيجي الذي حرره لواء العروبة الذي يقوده عبد الكريم السدعي، مشرف على 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 جبل على على السلسلة الجبلية لمران، وأيضا جبل يعني سلسلة جبال الخرشعي، هذا الجبال الاستراتيجية التي هي تعتبر مقدمة لأعلى المرتفعات الكبيرة لجبل مران، والذي تم تحريرها من قبل القوات الخاصة. إجمالي هذه الانتصارات التي حققها الجيش الوطني، يعني أنا أتوقع خلال المرحلة القادمة بأن يعلن كوش ملك لجبل مران، لأعلى قمة في جبل مران وهي جبل الحكمي، وهو المنطقة التي سيتم رفع العلم الوطني من خلال هذا الجبل وإسقاط رمزية مران باعتبارها يعني معقل الميليشيات والقيادات الحوثية. تحدثت عن تحرير مديرية الظاهر بالكامل، ما أهمية هذا التحرير؟ تحرير هذه المديرية كونها من يعني من أكبر المديريات المتواجدة على في صعدة، وخاصة أن هذه المديرية حدودية وتشمل مركز المديرية اللي هي مدينة الملاحيض. تحريرها يعني لأنها منطقة ذات كثافة نباتية كبيرة يعني وجبال شاهقة. في جبل المريش هذا الذي تم تحريره في السابق يعني في أثناء الحروب الستة، لم يستطيع الجيش الوطني الذي كان يقوده العميد جواس، لم يستطع الوصول إلى هذه المرتفع. الآن استطاعوا الوصول إلى هذا الجبل رغم ارتفاعه الشاهق، ما يدل أنه باقي الجبال الذي إلى داخل مران يعني أمرها بالسهل وليس بهذه الصعوبة اللي كانت في السابق. وأيضا هذا مؤشر دليل على تخلخل وضعف الميليشيات الحوثية، يعني في هذا لم تعد كما كانت يعني في السابق. معركة صعدة ربما من أهم المعارك لما تمثله صعدة من أهمية رمزية ودلالية كونها معقل الحركة الحوثية وأيضا مخزن بشري لهذه الميليشيات، تقوم ربما بضخ المزيد من الأطفال إلى جبهات المعارك من صعدة. نعم، نحن وخلال تقدم قوات الجيش الوطني وخاصة في لواء العروبة يعني استطعنا الحصول على فيديوها على كاميرات وأشياء يعني خاصة بالتصوير، ومن ضمنها أيضا عمليات في تدريب أطفال يعني لم يتجاوزوا عمر التاسعة والعاشرة، يتم تدريبهم على عملية التموه بين الأشجار، يتم تدريبهم يعني استغلال الطفولة في هذه المناطق يعني بشكل فظيع جدا، ويعتبر يعني مؤشر خطير يعني لهذه المنطقة. نحن سنحاول إرسال هذه المواد للإعلام لمعرفة يعني كيف يتم استغلال وتجنيد الأطفال في هذه المناطق. النقيب عادل القدسي مدير الإعلام في محور صعدة محدثني من صعدة، شكرا جزيلا لك.